بنادك كبيرة تعرف ان الله بدي شيء راجل لازم نفسك زيتك تقل تزم هذا السم تطيب يقولوا هاب كوش شدبت لك انا ياسم دابا ما فهمتش اخويا كيفاش ولاو كما بقات باغي لي صور بقى باغي يدير حتى شي حاجه سير صاحبي جات تطلب الله حتى ربي يسهل لك حتى ربي يوقف معك ما تحسب كامل علاش راه تبارك الله راك تديش كاين شقوات صور ديال ديش كاين راه لا اله الا الله شكرا بزاف على الدعاء ديالكم محتاج الدعاء ديالكم ما باغي والو باغي حتى شي حاجه غير الدعاء ديالكم شنوي دخلت قلوب المغاربه الله يحفظك اخويا الحمد لله كنشكر المغاربه كاملين الدعاء ديالهم التضامن اللي داروا معايا ووقف معايا اشكركم كاملين وكل حسبي الله ونعم الوكيل كثرت الهضره اخويا شنوي شنو تقول لهاد الناس اللي كثروا الهضره انا شخصيا تنقول لكم خليو الشينوي لانه وضعيته كاين شي واحد يكتب عليا السلطات كاين اللي كل واحد شي يكتب عليا الله يهديكم هادشي اللي نقول لكم بعد ان شاء الله تشوف التصريح ديالي في القناه ديالي ان شاء الله اخي بحاجه تخونك الصحه وبنادم كيزيد يهضر بنادم تيزيد تقول شي هضره فارجوكم ارحموا نور الدين لانه ود الشعب عمره ما قال شي حاجه خايبه عمره ما دار شي فيديو انا شخصيا تاثرت ما نقول لك خويا الشينوي ربي كبير هذاك فهمتيني يا صديقي ربي كبير تعرفك من الله بديتي انت راجل حاجه نقول لك ترجل ديال بصح كما تنعرفوك والمرض وتي حاجه ما كايناش هذيك الهضره اللي كيقول بنادم المرض اللي كيقول السلطه الله يستر ما تبغيش لعدوك نتمنوا على انه يكون صحه جيده ومن زغين بغينا نشوفوا الفيديوهات ديالك اخويا ضروري ضروري ان شاء الله عندك جمهور كبير اصاحبي كلشي تيبغيك انا شخصيا انا صحفيوي تنعرقل عليك من البدايه حنا تنبغيوك انك تزيد في هذا المسار ديالك عطيتي مدينه سيدي حياء احسن تمثيل ضروري شي شرف ليا شرف مدينتي وشرف المغاربه كاملين المغاربه كاملين كلهم طيبين كلهم واقفين معايا كلهم كيضحكوا معايا الحمد لله على كل حال انا حاجه اللي ضرتني انا وليا ليش وصيتها الصحة ديالي صح شي درت لي انا عمرها تعدينا بها شي واحد ما ناقصنا بها شي واحد عمرها ضر لنا شي واحد كاع بين مسوا تاع صح صح شوف شوف كيفاش نفسك زيتك تقد تزم هذا السم تعطيه يقول له هاك كول شنو درت لك انا يا صاحبي سير صاحبي جات تطلب الله حتى ربي يسهل لك حتى ربي يوقف معك ما تحسب كامل علاش حسبي الله ونعم الوكيل وكل نتمنى المغاربه كاملين شكرا بزاف على التضامن انت ما كنتي كتشرب ما كنتي كتكمي ما كنتي الصلاه والدين تنعقل عليك شنو تقول للجمهور؟ انا كنت الطريق ديال الله عز وجل ما كاين ما حسن من طريق ديال الله عز وجل على ذلك من تعرفت على التخربيق هذا وهذا التسمم اللي وقع لي انا جاك خويا امين التسمم اللي وقع لي بقى لي الدراري راه الخمر تيحيد التسمم تعطيت الخمر تعطيت بزاف الحوايج صوروني الناس انا ديال الخمر صوروني بزاف كنمشي كندير الخمر باش ننساها ولا شي حاجه ولكن طريق الخمر ولا حيد التوكال حيد التوكال هذا والله ولا تحيد كلشي ولكن الحمد لله الحمد لله خويا امين قلت لي تنكونوا غادي نخدموا ما تبقاوش نخدموا خويا تنكونوا غادي نخدموا ما عرفناش تجينا شي عكوسات ما تنفهموش تنبداو يلا نبداو تجينا شي حاجه بسيطه صافي تتم مراجعين ما فهمتش انا ما فهمتش تمشي عنده للدار تنعيط له الو نور الدين شنو انا مريحه في الطبيعه تنجي اجي عندنا باش نديروا شي فيديو اجي ما فهمتش واش اخويا كيفاش مسكين تا ولا وعلى ذلك راه شتي من بعد كي كان ملي كان في طريق الله راه شتي قداش كان دابا ما فهمتش اخويا كيفاش تا ولا وكما بقات باغي لا يصور ما بقى باغي يدير حتى شي حاجه راه شتي دابا حتى صحته كترجع للور وبنادم دابا تيقاو يخرجوا بنادم اللي تيقاو يخرجوا الهضره لا ما خاصش بنادم خاصو يكون عارف غادي يهضر اول حاجه بنادم خاصو يكون عارف غادي يهضر ما خصوش بنادم يبقى يهضر شي حاجه هو ما عارفهاش واللي اداه في صحته راه الله كاين راه الله كاين وحشومه على هذا اللي ادي واحد اخر مسلم بحالك بحالو اتاديه في صحته راه حشومه عليك راه حشومه عليك اصلا راه الشيء اصاحبي راه تصور طاحت فيك مسكين اكثر من 30 كيلو اصاحبي راه تبارك الله راك قداش كاين شوفوا التصاور ديالو قداش كاين راه
راه لا اله الا الله. وهادشي يا خويا اللي كنتمنوا له بالشفاء العاجل، وانا راه خوه راه ماشي صاحبه، وراه هادشي راه عارفه هو. حنا واقفين معاه، وراه حنا واقفين معاه من البدايه الاولانيه، من البدايه ديالو هويا، راه هو عارف كلشي، حنا راه واقفين معاه من البدايه ديالو. وحنا راه كما كان الحال، واخا وقع اللي وقع، راه ما تبغيش تشوف خوك بحال هكا، تشوف صاحبك بحال هكا، صحته كتدهور. انا دابا كنت معاه تمايا في الدار، باش جيت عندو باش قبل ما نجيو عندك، راه اختو مسكينه راه كطيع 10 من العين، راه تبقى فيك اصاحبي، راه دارهم ها هو يا خو معانا، راه دارهم كاملين بالهم معاه. وانا كنتمنى من الله يبعد من هاد الطريق هادي، حقاش دابا هو شنو قال؟ قال انا صافي راه انا وصل لي وصل بيا هاد النيفو هذاك، باش غادي نبقى نبقى نشرب نبقى ندير، وقيلا راه نرجع لصحتي كما كانت. راه هي راه صعيب بنادم، انا نقول لك انت راه واكل التوكه، راه نفسيتك نفسيتك لداخل راك ما غاديش تقبلها اي حاجه تجي تعطاها. ودابا كنتمنى من الله يرجع للطريق ديالو ويبعد من هذا الشيء كما كان في الاول. كان دري مزيان، كان تيتريني، راه شوف تبارك الله صحته كي كانت. ما بغيناش، بغينا حنا يرجع كما كان. وكان تيضحك المغاربه، وبزاف المغاربه قالوا له راك كنتي تاولي كاين في رمضان، ما كناش تفرجوا في دوزام لا والو، راه تفرجنا معاك حلقات ديالك زوينين، كلشي زوين. دابا خويا راه ما بقاش يدير لا فيديوهات لا حتى شي حاجه بسبب هاد المرض اللي فيه مسكين، بسبب هاد الشيء العكوسات اللي داروا له. شحال من حاجه ما بقاش باغي، حتى الدار ما بقاش يبغي يجي ليها، تي صباح سهران ما فهمتش اخويا هذاك الشيء اللي فيه. ما عرفتش اخويا والله ما عرفت. امين. قبل ما يكون هاد الشيء كامل، نور الدين بغيناك ترجع لنور الدين سنعرفوه، شنو تقول الجمهور ديالك وجمهور شوف تي في اللي عزيز عليهم انت؟ كنتمنى المغاربه كاملين اللي داخل الوطن وخارج الوطن، الشعب الجزائري والشعب التونسي والشعب العرب كامل، الشعب المسلمين كامل، شكرا بزاف على الدعاء ديالكم، محتاج على الدعاء ديالكم، ما باغي والو، انا باغي حتى شي حاجه، باغي الدعاء ديالكم، الله يجعل البركه ولي دار الله يدي كاين، والحمد لله لك. ارجع الشينوي اللي تيضحكنا، الشينوي اللي تيعطي ميساجات زوينين في الافلام ديالو، اللي كيستافدوا منه الدري الصغار، الشينوي اللي كيتفرج فيه الدري الصغير والكبير والراجل الكبير والمراه الكبيره، وما يخدوش وما فاطمه وكلشي تيتفرج في الشينوي ان شاء الله، ولاد الشعب تيتفرجوا في الشينوي. يرجع ارجع في قوه، الدعاء ديال شوف الجمهور واعدهم تيبغيوك الناس، واعد الناس كان واعد الجمهور ديالي كاملين، الدعاء ديالكم ان شاء الله، ودعوا معايا محتاج غير الدعاء ديالهم، محتاج حتى شي حاجه. راه مازال التحديات عندكم، راه مازال الشينوي. شوف شو دير لي البوني يا خويا، دير لي ان شاء الله يرجع الشينوي كما تنبغيو، لاننا فعلا تنبغيو كالشينوي. صافي مازال التحديات شكوبا ان شاء الله. نعم اخويا. بعض الناس كانوا تيخرجوا بواحد، حقاش هو خرج بواحد الفيديو اللي ماشي من المحتوى ديالو، ماشي من المحتوى ديالو، ماشي من المحتوى ديالو. انا شخصيا ملي شفت الفيديو صونيت له، درت فيه جاب حاله، مابقاش عارف راسو شنو كيدير اصاحبي، مابقاش السيد عارف راسو شنو كيدير. شوف المحتوى ديالو هو من نهار بدا، واش عمرك شتي خارج من المحتوى ديالو؟ بس كان ملتزم حتى وقع له هذا المشكل، واتصلوا به شي ناس اللي ماشي من سهم. هذاك الشيء المخوتين المغاربه، انا كنشكر المغاربه كاع اللي وقفوا معاه وكنداو علو هذيك النقطه. هو راه ماشي ديال داك الشيء، هو ماشي ديال داك الشيء، انه هو يقول للمغاربه. شنو تقول للمغاربه على داك الفيديو خويا؟ خويا تنقول لك هذاك الفيديو كان فيلم قصير، وما عرفتش كيفاش صورت هذاك الفيديو. شنو تقول للمغاربه خوتك؟ انتقدوك المغاربه فيه؟ وانتقدوني من حقهم، انتقدوني حقاش درت خطا. اعتذر خوتي المغاربه، ما عندكم تولوا بهذاك النيفو، تقول شي حاجه اللي انا قدوه للشباب، قدوه للاطفال، قدوه للوالدين. الله يسمح لنا من الوالدين. الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.